السلطانة التي اتهمت بخيانة زوجها السلطان، محدثة بذلك هزة كبرى في الدولة العثمانية. أحبها السلطان وذللها لدرجة أنه كان ضعيفا جدا أمامها. أصبحت نفقاتها الهائلة محل سخط من العامة والخاصة، وانتهى بها المطاف منفية ومنبوذة بعد أن تم اتهامها بخيانة السلطان مع رجل ألماني. عن سيرفراز هانم جارية السلطان عبد المجيد نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناة منارة الثقافة. لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. عاشت سيرفراز هانم ما بين سنتي 1837 و 1905، يعني اسمها المنتصرة أو الفخورة، ولقد كانت إحدى أشهر زوجات السلطان عبد المجيد الأول. اسمها الحقيقي هو عائشة، ولقد كانت فردا من العائلة الأبخازية الحاكمة، حيث أن والدها هو عثمان بيك ووالدتها هي زليخة هانم. تزوجت من عبد المجيد سنة 1851، ولقد حصلت بارتباطها به على لقب الإقبال السادس. أصبحت تعرف باسم سيرفراز، وأنجبت طفلها الأول بعد سنة واحدة فقط من الزواج. سمي أميرها بعثمان سيف الدين، إلا أنه توفي في الثالثة من عمره. بعد ذلك أنجبت طفلتها الثانية التي توفيت وهي في عمر شهر واحد، لتكتب الحياة فقط لطفلها الثالث الذي أنجبته سنة 1860، وهو الشهزادة سليم سليمان. وخلال هذه السنوات ترقت سيرفراز هانم لتصبح الإقبال الثانية. عرفت بأنها المرأة التي أحبها السلطان أكثر من غيرها، حيث كانت مدللة عبد المجيد الأثيرة. أهداها هذا الأخير قصر يلدز، وكثيرا ما كانت سيرفراز تغادر جناحها في قصر دولما بهيتشا وتنتقل لقضاء فترات طويلة في يلدز. كانت تعشق الموسيقى الغربية، ولذلك فلقد أنفقت أموالا طائلة على الآلات والموسيقيين. ووفقا للمؤرخ المعاصر أحمد جودة باشا، فإن السلطان عبد المجيد كان مفتونا بها، وبالتالي لم يكن قادرا على معاقبتها على أي شيء. وبسبب مكانتها الكبيرة عند السلطان لم يستطع أحد أن يناقشها في شيء، وكانت صاحبة حرية كاملة في التنقل. تحررت سيرفراز من قيود العزلة والفصل بين الجنسين، لدرجة أن نساء القصر قد شعرن بغيرة كبرى منها. كانت مسيطرة على السلطان لدرجة أنها لم تسمح له برؤية امرأة أخرى في فترة معينة. وهكذا فلقد كسبت هذه المرأة أعداء كثر. وبما أن الحريات التي حصلت عليها هذه المرأة تعتبر انتهاكا لمكانة السلطنة في نظر المحافظين، فلقد تعالت الانتقادات، مما جعل السلطان يشعر بالضيق ويحاول قليلا كبح جماح سيرفراز. نقل نفس المؤرخ حكاية تكشف طبيعة العلاقة بين عبد المجيد وسيرفراز، حيث روى أن السلطان قد ذهب مرة إلى غرفة زوجته، إلا أنها أبت أن تفتح له الباب. وعندما سألها عن سبب إغلاقها للباب أجابت بهذه الكلمات: لقد كلفتم رجلا مثل رضا باشا أن يعلمنا الأخلاق الحميدة، وهذا يعني أننا غير محتشمين، وبالتالي يمكنني أن أسيء التصرف معك. عندها اعتذر لها السلطان وقال: كان علي أن أفعل هذا، لكن يجب عليك أن تتجاهل الأمر لفترة. ورغم كل توسلات عبد المجيد لم تفتح سيرفراز الباب ليضطر السلطان لكسره. هكذا كانت سيرفراز هانم. يروى أيضا أنها في مرة أخرى غادرت دولما بهيتشا لتذهب إلى يلدز، وذلك دون أن تأخذ إذنا من السلطان. وعندما أمرها هذا الأخير بالعودة رفضت ذلك، ليجبر هو على الذهاب إلى هناك وإحضارها شخصيا. هكذا كان السلطان ضعيفا أمام هذه المرأة التي أحبها. إلا أن الضربة القاضية لعلاقتهما قد جاءت بعد اتهام سيرفراز هانم بأنها قد طورت علاقة مع رجل أرمني يدعى كوجوك فيسلي. يقال بأنها قد أنفقت عليه الكثير من المال، ولقد كبرت الفضيحة إلى درجة أن السلطان قد أمر بإطلاق النار على هذا الشاب. أكدت عائلة هذا الأخير بأن سيرفراز قد كانت مغرمة بابنها، ولقد قامت العائلة أيضا بإرسال التماسات إلى السفارتين الفرنسية والروسية تتهم فيها سيرفراز بتدمير ابنها. إلا أن إحدى المقربات من زوجة السلطان أكدت أنها كانت بريئة، وأن أعدائها قد زادوا من الفضيحة وعظموها. ولقد اتهمت شوق فضة، وهي زوجة أخرى للسلطان، بالوقوف وراء اتهام سيرفراز. ومن ناحية أخرى فلقد اتهمت سيرفراز بإنفاقها الكبير، ورفعت ضدها الكثير من القضايا، حيث أنها كانت تقترض الأموال ولا تسدد. وفي نهاية المطاف أدت كل هذه الفضائح إلى سقوط سيرفراز من النعمة التي منحت لها لينفيها السلطان وتستقر في قصر آخر.
عاشت سيرفراز في هذا القصر مع ابنها إلى أن توفيت في 9 يونيو سنة 1905. هكذا أعزائي انتهت قصة هذه المرأة التي هزت البلاط العثماني لفترة معينة. وهكذا أيضا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو الذي نتمنى أن يكون قد أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.